راه هما شرفة احرار وانا اكتسبت هادشي من اجدادي. وانا مش عراقي انا شريف وتش الشرفة. سيدي هو اسمي باش نعرفوك هو من سبعة رجال يمشيو بيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريف القراري ابن انجد ماشي حامل كتاب الله وين كنطبق كتاب الله. هاي النجم وعندي موثق بالفيديو. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم مع الأخ سمير اليوم نناقشوا واحد الموضوع اللي هو موضوع عن ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. كاين اللي كيوصفوا بالحقيقة، كاين اللي كيوصفوا بالخرافات، كاين اللي كيقول عليه رقية شرعية، كاين اللي كيقول عليه شعوذة وربما لصقوا حتى هي شرعية. الشعوذة مع القرآن مع شي طلاميس بزاف ديال الحوايج. الأخ سمير بما أنه على ما أعتقد ولد الدومين، هادشي اللي نعرفه، عنده بزاف ديال الأسرار على هاد الدومين هذا وبغى يشاركها معكم. عنده رسائل اللي بغى يمررها للمتابعين ديال قناه اشواق تي في، بغى يقول لكم ردوا بالكم، ولكن ردوا بالكم بوحده ما كافيهاش، خصنا دلائل، خصنا شي حوايج اللي ملموسه باش نعرفوا الحقيقه ديال الشعوذه والحقيقه ديال الرقيه في المغرب، وخاصه لانها كثرت بزاف واليوم ربما اصبح عندها مراكز. غنشوفوا بزاف ديال التفاصيل مع الاخ سمير، بقاو معنا. خي سمير مرحبا بك. ترحبك جنة ان شاء الله. الله يكبر بك، عرفني عليك بعد. أنا أخ اسمي سمير أنصاري، القاطن بسيدي معروف، أصل ديالي من صويرة، من واحد المنطقة كتسمى ركراكة، هما شرفة أحرار، وأنا اكتسبت هادشي من أجدادي، وأنا مش عراقي. شنو اكتسبتي؟ اكتسبت منهم مواهب كيفاش يستعملوا القرآن في علاج هاد الناس. يعني القرآن كيفاش تستعمل في المكان الصحيح ديالو؟ كيفاش 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 خاصك تمشي تشت على الطريق ريتور ديال الله باش انت تكون معافى من هذوك الشياطين اللي كيكونوا كيتربصوا كيتسرطوا على عباد الله، سواء بسحر سواء بمس سواء باي حاجه. سمير انت واش راقي؟ انا ماشي راقي، انا شرحت لك كيفاش انا اكتسبت هادشي. اذا انت شريف؟ انا شريف ود الشرفه. من الكراكة. وكتآمن بأن هادشي ديال الشرفة وهادشي ديال كيفاش غنقول لك، ماشي رقية، نقول لك مثلا نقولوا رقية، واش كتآمن به أنه كيتكتسب، يعني تقدر تورثو من الوالدين؟ كتورثو. أنا ما بغيتش ندخل معك في موضوع أخر، نقول لك كتورثو حتى الرفقة الصريحة. ما بغيتش نقول لك بأن خذ راحتك عبر. أنا ما بغيتش نقول لك بأن جدودك تتكون عندهم إذا كانوا حافظة القرآن، بحال دابا أنا جدي كان من حافظة القرآن، جدي وسيدي واسمين. سيدي هو اسمي باش نعرفوك هو من سبعة رجال يمشيو بيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن وتحرى في التاريخ وقالوا أن سبعة رجال هما اللي في مراكش. سبعة رجال هما الحديث اللي كاين في السنة النبوية كيقولوا بأن أنهم هما سبعة رجال كانوا لابسين لباس الصوف، مشاو الجزيرة العربية من يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومشاو يبيعوه، مشاو بقوافل لمدة ايام. واخا باش المشاهد يصدق ان سبعة رجال ماشي مراكشيين، واش عندك شي دليل؟ عندي دليل. حيت انا دابا الكتاب من السنة كاين فات السيمانة. شنو كاين؟ الموسم ديالهم هو كاين فات السيمانة ديال كراك. بغيتي نمشيو تما نمشيو وتسمع بودنك من الزوايا ديال بصح. ولكن كيفاش غتقنعنا انهم فعلا ماشي مراكشيين؟ كيفاش غنقنعك؟ غنقنعك حيت انايا مقتنع من جدودي. اذا بلا دليل. ماشي داي هو من جدودي. واش عندكم شجره عائليه؟ شجره عائليه ما عنديش، انا ما عنديش الوالده ديالي انايا، عند كانت عند جدي، وجدي الله يرحمه وبا الله يرحمه، انا يتيم موت خمس سنين. واخ، اذا دابا انت اللي نفهمو منك انك من نسب شريف، انك من عائله شريفه. وكاين اثبات على هذا الشيء، كاينين الناس بزاف كيعرفوني على هذا الشيء. ناس بزاف كتعرفني بانني انا شريف من الكراكه، من ود الكراكه، من عائلتي، من الناس، من جيراننا، من كل شيء. تقدر دير حوار مع اي واحد يقول لك شريف الكراكي ابن انجد.
واخا سمير مرحبا. حامل كتاب الله؟ ماشي حامل كتاب الله، وين كنطبق كتاب الله. قلت لي قبيل انه بزاف ديال الحوايج كيتورثوا، ومنهم حفظ القران الكريم. جدي كان حافظ القران الكريم. انا جدي كان من حفظت القران الكريم، وكان عنده كتاب كان داير بحال تقريبا بحال واحد براسه كيحفظ فيها الطلبه كتاب الله. ولكن ما ورثتيش الحفظ. ما حفظتش، ويني حافظ شي ايات الحمد لله. لكن دابا قلت لي قبيل ان الحفظ ممكن يتورث. لا ما يمكنش يتورث، انا ما كنقولش الحفظ يتورث، انا قلت لك الرفقه الصريحه هي كتورث. الرفقه الصريحه، الرفقه كي تدعي انه كيكتسبها، وكي تدعي بالرياضات وبالاورده وبالخلوات وبهادي وبهادي كما كيقولوا الاخرين. وريني انا كنقول الرفقه الصريحه الصحيحه اللي كنهضر لك عليها انا كتكون معاك ربانيه. شنو هي الرفقه الصالحه؟ الرفقه الصالحه خويا هي الجن المؤمن او الملائكه. كيكونوا خفيين. خفيين. اجندة الخفاء. باش كتعرفهم؟ ناتك باش كتعرفهم؟ باش. كتعرفهم ملي كتكون انت ملتزم دينيا بصلواتك الخمس في الوقت، كتكون ملتزم بالفجر، كتكون بدا اول حاجه خصك تكون ملتزم بالفجر وتكون مبرأ من الدم مبرأ من الشرك والنفاق. وباش كتبرأ من الشرك ومن النفاق؟ بالصلاة. ب 41 يوم ديال الفجر عاد كتبرأ من الشرك والنفاق. هادي خصها تكون متتالية عاد كتبرأ ديك الساعة. وملي كتكون عاوتاني كدير انت خلوات، ماشي كيما كيديروا هما. الخلوات اللي كدير هي انك كتستر راسك مثلا في البيت وكتعبد الله، كتبقى تقيم شي وقيت اللي تينقصوا الناس انت كتفيق. واخا دابا كتقول لي اللي ملتزم اللي كيصلي 41 يوم الفجر ما يبقاش منافق ويحيد على الشرك وكذا، كيتبرا من الشرك والنفاق. ايوا دابا اي كيكون في ذمه الله. اذا اللي عنفهم منك اي مؤمن صالح كيقوم بهذه العبادات هو شريف ومعاه جنود الخفاء. ماشي شريف، هو مؤمن. شنو الفرق بينك وبينه؟ شنو الفرق بيني وبينه؟ انني انا ما كنقولش انا كلمه زهري. زهري هي جاي من كتاب الزهار ديال اليهود. هذه بدا باش نوضحها، حيت شحال من واحد غلط كيقول الزهري راه يعني راه زهري كي ما تيتيقاش اصلا. انا غنعطيك الدليل انها كاينه ومذكوره في القران، هما المتوسمين هي مذكوره في القران، ومذكوره عاوتاني انه لذو حظ عظيم. هذه غيقول شي ناس عاوتاني تكالت على قارون. وتي قارون زعما في القران كيقولوا زعما تمنينا كون اتانا الله ما اتى قارون. يعني الله بالدليل كاين في القران ان الله كياتي عباد شي حوايج ما كياتيهمش وحدين اخرين. فعلا بحال سيدنا الخضر ماشي نبي، بحال الحكمه الله عز وجل قال يؤتي الحكمه من يشاء. سيدنا الخضر ماشي نبي، كان كيجلس في ارض، هو رجل صالح مذكور في القران رجل صالح، كان كيجلس في ارض قاحله. واخا باش ناخذ الجواب، شنو الفرق ما بينك انت وما بين المؤمن الصالح؟ ما كاين حتى شي فرق. انا عبد عندي ميزات، الميزات اللي فضلني بهم الله، وما كنبغيش نقول فضلني بهم الله باش ما نكونش عندي فرق بيني وبين اي انسان، حيت حنا كاع ولاد 9 شهور. انا بحالي بحال كاع الناس. واخا وشنو علاقتك بالزهريه؟ انا زهري اصلا، ابانا عن جد. جدي زهري، خوتي زهريين، عائلتي كامله زهريه. باش نعرفوك زهري. نوريك العلامات. مثلا تقدر تشوفها في هذه العين. اها شنو فيها؟ تشوف فيها انت الا حققتي فيها مزيان من هنا غتبان لك بان فيها نقطه في البيوضيه ديالها. اها هذاك ختم سليماني كيتسمى. ما شاء الله. دابا انا ممكن نشوف شي حاجه. ما عندكش داك الشريط في اليد ولا شي حاجه؟ عندي الشريط هاو وعندي علامات اخرى. فعلا هاي النجمه انت كتشوفها باش ما تقولش كن. فعلا واخا نكمل ياك بغيتي نويك علامات اخرين. لا برك هادوك انت ها خط ديك جابي شوف فيهم هما وريهم. ها هو خط ديك جابي هاد خلي ديري صافي. ها هو خاطر جابين. اذا الدليل شفناه، الدليل شفناه، باش ما نطولوش على المشاهد. علامات اخرى باش ما نطولوش على بحال العلامات اللي كاينه مثلا. كاين باش نجبدهم لك نسميهم لك. كاينين علامات اخرى بزاف، ماشي علامات انا كنسميهم اختام ربانيه. كاين اسم الله
او اقوى ختمون باش بغا ما نكملك نزيد نكمل على ماشي اقوى ختم رباني باش كتعرف راسك انك شريف. شنو هي شريف؟ ما كقصدش بها شريف شي معنى بانك زعما تحسن من الناس. شريف يعني انت من سوره الانبياء والرسل واولياء الله الصالحين، الجدر ديالك في الدم ديال ديك السوره. اقوى ختم بغيت نقولك هو ختم الجلاله في اليد بالعروق. انا دابا لا الدم هبط ليا في يديا راه تشوفوا هاجا هاي الله وريني بيدك هاي بالعروق فين هو الالف هاي 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 ها. هاي الله هاي ويني دابا العروق ما منفوخينش فعلا شي راه هبط يدي لخيتها غير هاكا يهبط الدم مزيان وتنفخ غتبان ها هي دابا حيت الدم ما باينش مزيان ها ما هابطش ليا الدم مزيان ها انت هاي فعلا واخا هادشي كامل فهمناه سمير عرفناه مرحبا شنو علاقتك بالمشعوذين والرقاة الشرعية اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة